فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إمام مسجدنا إذا قرأ سورة الماعون فإنه يقرأ قوله تعالى: فويل للمصلين، يرددها مرتين، مرة يقف في آخرها والمرة الثانية يصلها بالآية التي بعدها، ويفعل ذلك كلما قرأها في صلاة، فهل لذلك وجه أو أصل؟ لا وجه لذلك، لا وجه لذلك، يقرأ السورة بدون ترديد وبدون نعم.